دوريات الاوروبيه زي ما حضراتكم متابعين اوشكت على الانتهاء، لكن لسه في اشتعال وفي منافسه. كمان عندنا احنا ماتشات النهارده في دوري ابطال اوروبا، ناس كتيره جدا كمان من مصر تحديدا بيحبوا ان هم يتابعوا هذا الدوري، وعندنا برضو فيها منافسات وفيها كلام كتير جدا، ولسه التوقعات مش هي المضمونه قوي، او زي ما بيتقال كده ما فيش توقعات في كره القدم مهما كانت يعني، او مهما كان الدوري فين. هنتكلم عن كل هذه الملفات مع الناقد الرياضي اللي بينورنا دايما الاستاذ محسن لم. بونجور. ملفات كتيره قوي. طبعا. بس عايزين نبتديها اولا بعد الترحيب بحضرتك منورنا كالعاده. اهلا بحضرتك. عايزين نبتدي بحاجه بقى ايه يعني من الحاجات اللطيفه اللي حصلت مؤخرا، عايزين نبارك لك انت شخصيا على جائزه افضل حوار صحفي بعد الحوار الممتع اللي انت اجريته مع داني البس. خلينا نبتدي من هنا وتحكي لنا كده عن كواليس الحوار ده وايه اللي لفت نظرك وايه المميز في هذه الشخصيه. الله يبارك في حضرتك. اولا ده كان في موناكو على فكره في شهر 12 اللي فات، كان في حفل جولدن فوت اللي هو القدم الذهبيه اللي فاز بيها محمد صلاح. كان ما كانش بالمناسبه، كان هو جاب حوار جاب الصدفه، لانه اللي كان المدعو اصلا اللي كان هيتكرم كان جابرييل باتيستوتا نجم الارجنتين السابق، لكن اعتذر لظروف اسريه في اللحظات الاخيره، فتمت دعوه داني الفيش لاعب برشلونه. كان انضم لبرشلونه لكن لسه ما كانش هيلعب الا في شهر يناير، وكان موجود. فطبعا بالنسبه لي كانت فرصه طبعا ذهبيه، ما اقدرش والحاجات دي ما بتتكررش كتير. بالظبط. طبعا فرصه، وطبعا لاعب كبير، اسم كبير، المنتخب البرازيلي المصري يعني اغلب الجمهور المصري بيشجع البرازيل، كمان برشلونه اكيد ليه جمهور كبير جدا في مصر. فيعني كنت شايف نفسي كنت محظوظ ان انا قعدت معاه شويه واخدت منه كلمتين طبعا على صلاح، على مصر، على طبعا على برشلونه اللي هو يعني كانت اهم حاجه قالها لي. بصراحه دمه خفيف يعني، هو ده يحب يهرج ويضحك كده، حتى في فيديو ليه حتى مع تامر حسني بيقعد يغني حتى مصري وبتاع اللي هو عايزين نولع الدنيا وحاجات كده. لا معقوله. لا المصريين مقصرين. المصريين برضه. حتى هو لما بقول له فروم ايجيبت راح قايم حتى يعني قال لا ايجيبت حاجه ثانيه بالنسبه لي يعني، اسلم عليها سلام خاص يعني. يمكن حتى طبعا سعيد طبعا بالحوار ده، لكن هو كان حتى قال لي جمله ظريفه جدا لما بقول له على برشلونه انت متقدم في السن ورجعت تاني للنادي اللي انت بتحبه، قال لي برشلونه بالنسبه لي اختيار العقل والقلب. بس حلوه قوي. طب خلينا نروح استاذ محسن بقى لملفات متعدده، وانا عايزه ابدا بصراحه بمانشستر يونايتد، لان مانشستر يونايتد الاداء فيه ليس الافضل يعني ات اول زي ما بيتقال، والبعض كان عنده امال ان بعد يعني انضمام كريستيانو الوضع هيختلف، ولكن الوضع لم يختلف اطلاقا. فهل بتعتقد ان ممكن يعني ده بيقال على السوشيال ميديا تحديدا ان ممكن كريستيانو ينتقل من مانشستر يونايتد اذا بقى الوضع كما هو يعني في اللحظات اللي احنا بنشهدها دي من الدوري الانجليزي؟ طب هو كريستيانو يروح فين؟ اصل هو بقى 37 سنه. ده برضو ده سؤال ثاني. 37 سنه وهو يعني كتر خير الدنيا لو كمل الموسم الثاني معاهم، هو معاهم هو عنده الرغبه يعني حسب تصريحات قديمه هو قال انا اقدر العب لغايه 42 سنه. بالظبط. وبيثبت نفسه يعني هو بقاؤه اعتقد ان شاء الله مؤكد يعني، لان هو هيبقى مرهون شويه في مانشستر يونايتد، ان هو طبعا ياخد الدوري ده طبعا موضوع مستحيل، لكن يبقى على الاقل من الرباع الاولاني او المربع الذهبي للبريمير ليج ان هو يقدر يشارك السنه الجايه في الدوري ابطال بطوله دوري ابطال اوروبا يعني. الحاجه المهمه عمل ماتش حلو وسجل ثلاثيه يعني هاتريك مع فريق هو من هزم توتنهام وليس مانشستر يونايتد. خلينا نتكلم بامانه، يمكن حتى معلق المباراه بعد نهايه المباراه قال لك وانتهت المباراه بفوز كريستيانو رونالدو على توتنهام 3-2 بيلعب لوحده تقريبا. بالظبط بكل امانه. بس برضه نرجع ونقول لا كريستيانو رونالدو هو كريستيانو رونالدو بتاع زمان مع فريقه الاصلي، ولا ميسي نفس الكلام ولا كذا ولا كذا، يعني ما تفهمش ايه اللي بيجرى. فجزء كبير من سحر وجاذبيه اللعيبه الميركاتو فعلا الاخيره بعد ما بيروحوا نوادي ثانيه مهما كانت الصفقه يعني. ويعني كلام حضرتك ده يعني ده رساله موجهه لمحمد صلاح يعني، هو برضه عليه كلام الفتره كلام اللي عشان ما تكررش، مش عايز اقول نفس الخطا، ما تاخدوش الخطوه اللي خطاها لا ميسي ولا كريستيانو رونالدو. بس كان الاول الكلام رايح جاي، دلوقتي الكلام بقى بيميل اكتر لكفه انه فعلا رايح برشلونه، او انه في جديه في الكلام يعني رغم من طبعا برشلونه في حته تانية وفريق كبير جدا وريال مدريد فريق كبير جدا، لكن انا على مستوى شخصي لا اتمنى ان هو يترك ليفربول، لانه ناس كتير صنع مجده، صنع تاريخه يعني. النهارده مش نادي ليفربول، مش فريق ليفربول، مش بيجيب اهداف، مش الهداف، مش خد معاهم دوري ابطال او لا، هو بقى ايقونه المدينه، مدينه ليفربول. المدينه يعني نادر جدا لما بيعملوا اغاني يعني الاغاني كلها كده باسم الفريق ويول نيفر وكالون يعني انت مش لكن انت ايجيبشن كينج مو صلاح، انت بيعملوا لك اغاني ليك انت ايقونه المدينه. الحب ده ما بيحصلش كتير بالظبط. وبعدين يعني من حسن حظك ان في عصرنا الحالي ليفربول اعلى من ريال مدريد واعلى من برشلونه في السنوات الاخيره. خلاص الدوري الاسباني هبط كتير لما
رحل عنه رونالدو ثم بعدين ميسي، بقى الموضوع يعني ما بقاش حد يتفرج عليه قوي يعني، يمكن في الفتره الاخيره بكل امانه لما برشلونه بدا يرجع تاني، وريال مدريد متفوق بصراحه في المباراه الاخيره حتى بعد فوزه المثير على باريس سان جيرمان بثلاثيه في البرنابيو وقدر يتاهل لدور الثمانيه دوري ابطال اوروبا. الناس بدات شويه تبص يعني، حتى احنا عندنا مباراه الاسبوع القادم مباراه الكلاسيكو، الكلاسيكو اللي هو ريال مدريد وبرشلونه يوم الاحد اللي جاي، طبعا الناس كلها تستناها لان اللي خلاها قويه عوده برشلونه الى مستوى يعني تدريجيا قدر يرجع تاني، فده العمليه رجعت تاني، لكن ما زال مثلا برشلونه مثلا متراجع شويه في المركز الثالث. لو هو طبعاً عنده مشاكل ماليه يعني انا استبعد بالزبط تماما انضمام محمد صلاح ليه، هو يعاني بشكل كبير جدا، خليه بيصنع مجده هو كمان مع الوقت بيزود ارقام قياسيه بتزيد كل ما بيهدف بيزيد والحذاء الذهبي عمال يقرب منه، هو لغايه دلوقتي مسجل 20 هدف طبعاً مقابل ساديو ماني 12 ورونالدو 12 وجوتا 12 بالظبط. طبعا هي طبعا بعيده شويه ان حد يحصله، ان شاء الله ما يحصلوش، لكن حضرتك شفت رونالدو في ماتش ثلاث اهداف اي ماتش يعني هاتريكين ثلاثه من دول بالظبط، ربنا يكرم يعني ان شاء الله ويكمل، لان هو 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 هو, هو بيعمل مجد في اقوى دوري في العالم، فما اعتقدش انه يقدر يروح حاجه ثانيه، وان شاء الله السنه دي باذن الله مع اثاره البريمير ليج ان شاء الله يكون من نصيب ليفربول انه ياخد الدوري الانجليزي السنه دي، لان هو بصراحه يستحقه مع كامل التقدير والاحترام طبعا لمانشستر سيتي. طب لو رحنا للدوري الايطالي، والدوري الايطالي برضو يعني لو هنقارنه كده ونقول عن الدوري الاوروبي، لا هو قوي يعني يعتبر برضو من الدوريات القويه جدا، وعندنا هنا برضو مع ميلان منافسه وانتر ميلان يعني، وفكره هنا برضو نابولي ويوفنتوس يعني منافسات شديده جدا، بتشوف برضو ده ازاي او تشوف الماتشات القادمه دي ازاي؟ والله هو الدوري الايطالي من السنه اللي فاتت من الموسم الماضي حتى والموسم واستمرار بالموسم الحالي بصراحه بقى فيه الاثاره تاني، بعد سيطره يوفنتوس 9 سنين متتاليه على الكاليتشو ما بقاش في الاثاره قوي يعني، بعد طبعا ديربي ديربي ميلان مدينه ميلانو اللي هو الانتر واي سي ميلان لما ابتعدوا تماما، لما رجعوا بقى السنه اللي فاتت وفاز الانتر بالبطوله، والسنه دي البطوله بصراحه رائعه جدا يعني، حتى تلاقي الفرق ما بينهم الثلاث الاوائل نقطتين يعني، ما اعرفش ميلان دلوقتي بعد تعادل الانتر اول امبارح مع اتلانتا 1-1 بقى مش عارف الميلان الاول تقريبا 63، ما اعرفش الثاني الانتر يمكن 62، نابولي 60، وما زال في 10 ماتشات تقريبا لكل فريق بتحسمها بعض المواجهات الصعبه، في منهم هيقابل روما، في هيقابل لاتسو، في منهم هيقابل ليفنتوس ويقابلوا بعض، فده برضو بيعمل جو من الاثاره للمباريات، ده احنا الكسبانين لان الكاليتشو او الكره الايطاليه عامه اللي كان اللي يمكن التسعينات كان هو اقوى دوري في العالم بصراحه، كان الدوري الايطالي يمكن تراجع طبعا في السنه الاخيره خلف الاسباني ثم الانجليزي، لكن ما زال بصراحه في رائحه كره القدم يعني الكره الايطاليه والابداع الايطالي والدفاعات الايطاليه الكره الايطاليه موجود برضو كمحبه الدوري غير بالزبط. مصري عند كتير من المصريين، لا الدوري الايطالي طبعا من طبعا قديم الازل ايطاليا حلوه. طب تعالى نروح للقاء اياكس امستردام مع بنفيكا وتوقعات حضرتك لهذا اللقاء ايه، وخصوصا ان يعني لازم طبعا ناخد في الاعتبار ان اللقاء الاول اللي جمع ما بينهم في البرتغال انتهى بالتعادل بهدفين تقريبا لكل فريق منهم، فشايف الماتش اللي جاي ده طبعا مع ان مع طبعا كمال الاحترام ان مفيش حاجه مضمونه في كره القدم، لكن هي تميل قليلا بصراحه لاياكس، يمكن اياكس حتى في المباراه الاولى كان هو اللي بيتقدم وبنفيكا هو اللي بيتعادل، اتقدم تاني وبعدين بنفيكا تعادل تاني، حتى يمكن في تصريح لتين هاج اللي هو المدير الفني لاياكس امستردام النهارده قال لك انا ما اتدربناش على ضربات الجزاء يعني، بس هو رجع عليها تاني عشان ما يبقاش فيه نوع من السخريه او الاستهزاء، قال لك احنا كده كده بنتدرب اصلا طول المباريات او طول الموسم على ضربات الجزاء، لكن اعتقد ان هو عنده لاعب زي سبيستيان هالر اللي هو الليفواري هداف رائع جدا بصراحه، برضه في مدراء فنيين كيدين جميل الكلمه كده، وقال يعني رجع سحبها تاني بالظبط، هو يعني بصا عمل هات خد كده مع الحيطه زي ما بنقول، فهو بصراحه شايفها تميل شويه، لكن طبعا الاهتمام كله النهارده هيبقى طبعا ريال عفوا اتلتيكو مدريد ومانشستر يونايتد، هي المباراه الاقوى شويه في الماتشين النهارده، يمكن عشان حتى بسبب ان المباراه الاولى برضو كانت انتهت 1-1 في مدريد، لكن بسبب ظروف الفرقتين وعوده شويه نوعا ما مانشستر يونايتد، وكمان كريستيانو رونالدو اللي هو مهدف في مرمى اتلتيكو مدريد لوحده 25 هدف منهم 22 هدف مع ريال مدريد، وحتى لما راح ليفنتوس كان عمل مباراه تاريخيه لما اتغلبوا 2-0، ليفنتوس اتغلب 2-0 من في 2019 من اتلتيكو مدريد في مدريد، وبعدين رجعوا كسبوا 3-0 كان هو اللي سجل الثلاثه، فده اكبر خطر النهارده على اتلتيكو مدريد هو كريستيانو رونالدو النهارده، يعني شايفها برده مش مانشستر يونايتد واتلتيكو مدريد، لا كريستيانو رونالدو واتلتيكو مدريد اكيد هتبقى مباراه اكثر امتاعا بصراحه من
مباراه بنفيكا واياكس امستردام. طيب احنا هنتكلم برضو، وانا حابه ان انا اروح لماتش مصر والسنغال، وحابه ان انا برضو اتكلم عن اصابه محمد صلاح اللي النهارده اطمنا ان هو هيشارك باذن الله. بس في تفاصيل وفي كلام كتير برضو حابين ان احنا نتطرق فيه مع استاذ محسن، بس بعد الفاصل. حديثنا مستمر مع الاستاذ محسن لملوم. كنت بسال حضرتك قبل الفاصل، كنا بنتكلم عن منتخب مصر والماتش المرتقب بين مصر والسنغال وفكره اصابه محمد صلاح والخوف اللي كان موجود اليومين اللي فاتوا اللي حسم النهارده ان محمد صلاح هيشارك باذن الله. بتشوف برضو اللقاء ازاي؟ وهل حضرتك بتميل للراي اللي بيتكلم ان احنا لازم نحسم الموضوع من هنا من القاهره وسط جماهيرنا على ارضنا في الظروف المهيئه لصالحنا، ولا الموضوع برضو ممكن ان هو يتم ملاحقته مثلا بعد كده في الاياب؟ يعني بسم الله الرحمن الرحيم، اولا بالنسبه لمحمد صلاح خلاص الحمد لله اطمنا، بس هو بشكل عام يعني الشاب الشاي يذكر الواحد بصراحه قلقان على المنتخب بعد حاله الاجهاد اللي فيها معظم اللعيبه، كمان القطبين الكبيرين الاهلي والزمالك في الجولتين الثالثه والرابعه لدور الابطال للاسف خسروا الاربع ماتشات. أيوة. حاجه غريبه جدا، كل ده بيقلقنا شويه قبل مباراه السنغال، لكن يعني ان شاء الله بعد الجوله الخامسه اللي هي تبقى الجمعه والسبت ان شاء الله يعني ياخدوا بقى الراحه واللعبة كلها تستعد لمباراه السنغال. انا مع الراي ان هو المباراه لازم تحسم ان شاء الله من مباراه القاهره، لان انت عندك عنصر الافضليه اللي هو الجمهور. يعني طبعا ده مش هيفرق قوي في كره القدم الحديثه والاحترافيه، ما بقاش في الكلام ده قوي، بس لها تاثيرها، لها تأثير. خلينا نقول لازم تستغلها. لازم تبقى الروح حاضره عند اللعيبه. بالظبط، الروح حاضره عند اللعيبه، كلنا شفنا ساعتها بقى زئير الجماهير ده بيعمل احلى شغل. بالظبط، بيدفعك وكمان بينال من المنافس. أوه. اكيد طبعا هم للاسف شديد لعيبه محترفه في كل في اغلب انديه العالم، في اكبر انديه العالم، فمش هتاثر قوي، بس برضو انت تقدر مع الضغط تقدر تحسم بنسبه كبيره هنا. يعني انا مش عايز اكون متفائل، خلينا اصل انت عندك كام دولي. بالظبط، يعني خليني يسخنوا بالظبط. انا يعني ايه يعني يا سلام يا سلام لو نقدر يعني رقم واحد يبقى عندنا ما نتلقاش هدف في مصر، لان ما زالت طبعا قاعده الاحتساب الهدف بره مش عارف بهدفين، غير اوروبا لسه موجوده في افريقيا. نتمنى رقم واحد ما نستقبلش اهداف ونقدر نسجل، يا سلام لو 2-0 ده انا اقدر اقول لحضرتك. اشمعنى ليه موجوده في افريقيا بس؟ يعني ما هو لسه هي بتبدا، ده مبدا في تكافؤ فرص. لا لا، الاصلاح بيبدا الاول في اوروبا، يعني الاصلاح الحاجه الكويسه عملوها في اوروبا بدءا حتى من دور المجموعات. على النتيجه بيعمموا بقى لما تحصل، ما ده اذا كان في دور المجموعات لدور الابطال افريقيا والكونفدراليه ما فيهاش الفار اللي هو موجود في كل حته في العالم، فافريقيا ما زال فيها للاسف الحاجات دي. مش مشكله، هي لنا وعلينا برضه. لا خلينا نكون، لا هي لنا وعلينا، هي مشكله بس وهي لازم علينا ان تحل، ومن حقنا ان احنا يبقى عندنا في جميع ماتشاتنا فار. انت بتتكلم على الفار؟ ما اكيد. لا ماشي، اوكي اكيد طبعا، انا فاكر حضرتك بتقصد يعني مش هنعديها كده. ما هو يعني اصل مش مشكلتنا احنا، مشكله الجميع. افريقيا يعني مشكله القاره افريقيا في كره القدم الا حقل تجارب او فقر تجارب بالنسبه لاوروبا، يعني سواء لعيبه او بيجربوا فيها البطولات مش اكتر يعني. لكن نرجع لمباراه السنغال، عايزين ننطفئ بقى على الوضع ده. يعني مع افريقيا صعب جدا بصراحه. في افريقيا صعبه، حضرتك شفت الانتخابات الاخيره، انتخابات الكاف كانت مهزله مسرحيه كوميديا بصراحه اتعملت. ما فيش انتخابات حط ده هنا وسكن ده هنا وادي لده نائب وادي لده وانت تنازل وخد مش عارف ايه، اتظبطت. حتى بطوله الدوري السوبر ليج اللي هو كل اوروبا رفضته جم بيجربوه في افريقيا، يعني هيجربوه في افريقيا اللي هو ضد اصلا كره القدم، بيستغلوا نفوذ انديه كبيره زي الاهلي والزمالك والترجي والوداد والرجاء ومش عارف المازيمبي، وياخدوا 20 فريق يفضلوا يطحنوا في بعض طول الموسم، واجهاد كبير جدا وضغط مباريات كبير جدا من اجل المال. ولو نجحت، عشان هم كل ده من اجل استثمار مادي، لو نجحت يقولوا بقى لاوروبا هو يعني احنا عايزين نطبقها، اللي هو بيحاول يتزعمها شويه ريال مدريد مع برشلونه مع ليفنتوس، اللي هو عشان امور ماديه. هي فار تجارب، يعني ما تتكلمش في القصه دي للاسف. صحيح. الشديد يعني افريقيا ما زالت للاسف يعني موبوءه بالامور الاداريه دي للاسف. فيعني نرجع لمباراه السنغال، يعني انا مع الراي ان احنا ان شاء الله نحسمها من القاهره، يعني جزء كبير تحسم من القاهره. ما ينفعش تروح هناك، تروح مباراه العوده في السنغال، شعب السنغال متعطش لكره القدم، كلنا شفنا لما فاز على مصر في نهائي افريقيا شفنا الشوارع كلها وفرحه يستحقوها طبعا. ما احنا في الاخر كره قدم، لكن احنا مش عايزين بقى خلاص يعني بلغه الكوره مش عايزين يعلموا علينا. ما نستحق الفوز يا يعني، خدوا حاجه واحنا نروح كاس العالم. احنا نستحق الفوز، بمعنى يعني انا مع حضرتك جدا ومع كل النقاد الرياضيين وكل ضيوفنا اللي بيجوا يتكلموا، الاجهاد الاجهاد الاجهاد، الضغط العصبي، الضغط البدني، كل الكلام
الكلام ده تمام، ولكن في الاول وفي الاخر انا كجماهير مصريه او مشجعه لمنتخب مصر، مش لازم ابقى من جماهير المصريه، منتظر الفوز لان انا بشوف منتخب مصر يستطيع ويستطيع جدا. فلما باجي اشوف المشهد وبحس ان هو الحال عامل كده ليه، وبعدين اجي اسمع تاني الاجهاد والضغوطات و و الى اخره، برضو ده مش هيشفيه يعني التعطش اللي جوايا بمعنى اصح. صحيح. فبتشوف النقطه دي ازاي؟ لا انا مش عايز اقول الاجهاد، بس عايز اقول ايه، يعني اكبر نقطه احنا خسرناها من بعد كاس الامم الافريقيه هي حاله التوحد يعني اللي ما بقاش موجود للاسف. يعني احنا ايام كاس الامم كل الاهلاويه كانوا بيشجعوا ابو جبل، كل الزمالكاويه بيشجعوا محمد عبد المنعم، يعني العمليه ما خلاص بقى منتخب مصر حتى لما كان يجي فريق مثلا الاهلي يا رب ما راح في كاس العالم للانديه بقى الزمالك يقول له لا خلاص بلاش تحفيل دلوقتي، ده احنا في حاله مش عارف وئام وود وحاجات زي كده. للاسف ده اتشرخ، والسبب الرئيسي فيه بكل امانه الاعلام، مش الاعلام كله، بعض الاعلاميين اللي خدوا من الترند يجيبوا لاعب مثلا زي احمد سيد زيزو، لاعب كبير في نادي الزمالك، جابوه وقعدوا يحطوا اختيارات ابو جبل ولا الشناوي ما اعرفش مين ولا مين، يعني حط يعني احرجوا اللاعب فاضطر يختار لعيبه الزمالك، لانه لو اختار لعيبه الاهلي الجمهور هيهاجمه، ولو اختار لعيبه النوع ده من ده ملوش اي لازمه حتى اصلا. لو عرفت تسيطر صحفيا استحاله تسيطر على السوشيال ميديا. اي بس الاساس الاعلام هو يعني لما اللعيب طلع ما ينفعش بقى، احنا في حاله وعندنا ماتش مهم ضد السنغال وعايزين التوحد تاني، فيضطر يقول على اللعيب بتاعه اللي هو زميله في الفرقه انه مش رقم واحد، ده التاني اللي هو زميله بقى في النادي طبعا. فالامور دي ما كانش لها داعي اصلا، يعني ده اعلام، انا شايف ان ده بصراحه ده فساد اعلامي، هو للاسف يعني ده اكبر خطر على الـ على الـ على الـ على المنتخب. الحمد لله ان دي انتهت شويه مع بدء المباريات وتوالي المباريات، طبعا اذا كانت النتائج ساءت في دوري ابطال افريقيا بالنسبه للاهلي والزمالك تحديدا لان هم طبعا الاساسيين في منهم عناصر اساسيه في منتخب مصر، لكن مع الشحن بقى او الجمهور زي ما حضرتك قلت اللي عنده الرغبه دي والتعطش، اللعيبه نفسهم يا جماعه اصل احنا لو لا قدر ما تقلناش كاس العالم ما عملناش حاجه، يعني احنا كده ما عملناش حاجه، انا فرحتي بان انا اخد وصيف افريقيا، منتخب مصر اكبر من الكلام ده كله حتى لو خدها مرتين وصيف افريقيا، لا انت لازم تبقى البطل، ما خدتش البطل اوكي خلاص يبقى انت على الاقل روح كاس العالم. طيب خليني ارجع بعد اذنك ولو لثواني كده لمحمد صلاح مره ثانيه، كنا بنتكلم عنه من شويه وقلنا في فكره انه الكلام عن فرصه انتقاله من ليفربول الى برشلونه من عدمه. في نقطه كتير من الناس بيستغربوها، يقول لك ان محمد صلاح اللي هو مكسر الدنيا ويعني بالمعنى الحرفي في الدوري الانجليزي ما بيعملش كده، ازاي الراجل ده بالانجازات دي بالارقام اللي هو بيحققها والكثير منها ارقام قياسيه، ازاي اجره او راتبه يقل عن غيره من اللعيبه زي لوكاكو ودي بروين وغيرهم؟ ايه الاجابه اللي ده صحيح ممكن تكون منطقية؟ يعني عايز اقول لحضرتك مثلا ان واحد زي كريستيانو رونالدو 500 الف استرليني في الاسبوع في نادي مانشستر يونايتد، هي للاسف حسابات انديه، يعني هو النادي والامكانيات انديه، امكانيات وحسابات. حسابات ليه؟ لان هو النهارده لو رفع، هو اكيد طبعا محمد صلاح افضل لاعب في العالم في الوقت الحالي وليفربول عارف الكلام ده كويس جدا، لكن هو النهارده صلاح مثلا بياخد تقريبا 220 او 200 الف استرليني في الاسبوع، لو رفعه ل 450 زي ما هو عايز هيضطر يرفع كل الفرقه، ما هو ساديو ماني ما اعرفش 180، فيرمينو ما اعرفش 200، الفرقه كلها هتضطر تعلى. لو الميزانيه يعني تسمح ما يرفعوا الناس دي، ما هو الميزانيه ما هم ادرى بقى ما هم ادرى ما هم انا موافقه ب 1000 استرليني في الاسبوع زي الفل والله زي الفل الصبح هندعي لك على 1000 استرليني دي. ما هو في حته كمان بيحسبوها جنب ده، السن صلاح النهارده 29 سنه، لما عقده يخلص 22 23 اللي هو الصيف العام القادم ان شاء الله هيكون 31 سنه، لما يتجدد له كمان 3 سنين او سنتين على الاقل، طبعا ما فيش 2 بس قول 3 يعني يبقى 34، ما يقدرش يديله الرقم العالي ده، موجود عند رونالدو لان ده حسابات اخرى، رونالدو لان هم بيعملوه بقى بيعتبروه نوع من الاستثمار، يعني موجود طبعا عند صلاح بس لسه مش زي رونالدو، رونالدو ما زال اللاعب الاعلى تسويقيا في العالم، حتى في عز منافسته مع ميسي كان هو اعلى من ميسي رغم ان ميسي اعلى منه هو. اتوقع وصول صلاح للرقم ده ويمكن اعلى لما يوصل لسن كريستيانو، ده توقعات لا يعني اعتقد لا هيبقى صعب جدا. لا اقول لحضرتك سنه و37 صعب يعني ليه 36 سنة؟ خلينا نقارن برضو ما بينه وما بين كريستيانو في السن بتاعه اللي هو 29 سنة، هتلاقي برضو الفارق ما كانش اللي هو الكبير جدا. كريستيانو وصل دلوقتي 36 بياخد طبعا مبلغ وده طبيعي جدا باي ديفولت زي ما بيتقال بحكم السن والخبرة. محمد صلاح الفارق ليس بالكبير، على بال كم سنة وتجديده مع ليفربول ولسه الحديث عن المبلغ اللي هو المرتقب، فلا يعني اتمنى يصلوا. انا في كل الاحوال ما يعنينا طبعا محمد صلاح، انا اتمنى محمد احنا نتمنى له برضو يعني اكيد
نتمنى له اكيد ويبقى ويصلوا الحل. يعني هو طالب 400 تقريبا او وكيله يعني طالب 400 او 450 والنادي عرض 300، ان شاء الله يوصلوا الى نقطه التقاء، لان انا مش متخيل محمد صلاح خارج ليفربول لانه اصبح ايقونه مدينه ليفربول، اكيد دي حاجه مهمه جدا. يعني احنا بنشكرك جزيل الشكر، شكرا جزيلا معانا في حلقتك النهارده، يعني دردشنا معاك في ملفات كتير مهمه، وان شاء الله نشوفك على خير في حلقه جايه. شكرا جزيلا، شكرا ليك استاذ محسن، وشكرا لمتابعه حضراتكم لينا في 10 الصبح في الاهلي، ونشوفكم بكره ان شاء الله واخر الاسبوع و10 الصبح في الاهلي.